السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفيديو جديد. ومعانا النهاردة خالد الغندور باستضافة سيف زاهر، وبيوضح صفقات اللي بيتعاقد معاها نادي الزمالك، وكمان مفاجآت في مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وموقف أبو جبل من النصر السعودي، وتفاوض الأهلي المصري. هنشوف الأخبار دي مع كابتن خالد الغندور ونرجع نكمل مع حضراتكم في نهاية الفيديو. الزمالك في السنة الجاية محتاج كم صفقة؟ كتير. قد إيه؟ يعني هو أنا عارف إن الزمالك هيجيب ثلاث أجانب. الزمالك طبعًا هيحتفظ بحمزة المسلوسي. هو بن شرقي إيه؟ وسيف الجزيري. بص، بن شرقي من الآخر، مشكلة بن شرقي إنه وكيله مش معاه. وكيله اللي حطه على الطريق الصحيح، اللي وداه الهلال السعودي ب5 مليون دولار، اللي وداه ملاح فرنسا ما كانش بيلعب قوي في نادي درجه ثانيه جاب كريم بلك. على فكره كريم وكيل بدر بنون. شوف الوكيل. امال معاه مين؟ لا، اشرف معاه اخوه دلوقتي، معاه واحد صاحبه عايش فرنسا اسمه. انا افهم من كلامك ده ان بن شرقي ما مضاش؟ لا، ما مضاش فني خالص. بن شرقي كان في كلام على اتحاد جده. انا بقول لك من دلوقتي ان 50-50 نادي الجزيره الاماراتي. نادي الجزيره الاماراتي 50-50، اتحاد جده كان فيه بيتكلموا، لكن هو ما مضاش في اي نادي. طب هو سؤال، طب هو سافر ليه؟ ما عشان عايز ياخد راحه، عايز ياخد راحه ويشوف بقى، ويشوف عروضه بقى. دلوقتي اشرف بن شرقي عنده 27 سنه. اشرف بن شرقي نجم الدوري المصري، صح؟ اشرف بن شرقي ما كانش بقاله ست شهور ما بيلعبش زي بدر بنون. اشرف بن شرقي فري. تمام. اشرف بن شرقي مهاجم ومش مدافع. المفروض ده بقى لعيب تلاقي 45 عرض. صح. فهي المشكله برضو ان الوكيل بيفرق جامد جدا يا كابتن سيف. دلوقتي هو الزمالك في الجيم؟ طبعا. بص، قولا واحدا انا بقولها لك. وانا بقول لك من حاجه انا متاكد منها 1000000%. كان طلع كتير جدا ان اشرف راح النادي الاهلي. من المؤكد 1000000%. النادي الاهلي عايز اشرف وعرض عليه مبالغ جامده جدا وبيغريه ماليا وكل حاجه، ومن حق النادي الاهلي خلاص اللعيب انتهى تعاقده يعني. لكن اشرف رافض تماما انه يلعب في مصر الا في الزمالك. اشرف بيبحث عن عرض سعودي، عرض اماراتي، عرض قطري، ولو ما جالوش هيجي على الزمالك. طب هو الزمالك حاطط كام وهو مستني بره كام؟ يعني الامور الماديه الزمالك ما عندوش مشكله انه انا بقولها لك بقى عن يعني الزمالك ما عندوش مشكله انه يدي اشرف بن شرقي اللي هو عايزه. ليه؟ لان الزمالك حاطط تارجت ان انا هعتبر اشرف بن شرقي لعيب بشتريه. صح. لعيب بشتريه من بره. هدفع فيه كام؟ يعني معنى كلامك ان الفلوس مش هي الموضوع؟ لا خالص، ما الفلوس مش هي الموضوع خالص، واشرف بن شرقي قصته مش فلوس خالص. واشرف بن شرقي يعني بص، لو في تنافس اهلي وزمالك وبتاع، اشرف لو فضل الاهلي هيفضله عشان فلوس اكتر. لا، مفيش فلوس اكتر، هما الاثنين يعني. الزمالك ما عندوش مشكله يجيب كام في المية اشرف يرجع الزمالك؟ 50-50. طيب الزمالك كم صفقه السنه الجايه؟ ثلاث اجانب. ولا يقل عن سبعه مصريين. فيهم حارس مرمى ولا اثنين؟ اقل حاجه حارس، اقل حاجه حارس. فاهم قصدي؟ ابو جبل فين بقى؟ ابو جبل في كلام ان جاله النادي المصري، في كلام انه يروح الاهلي. على فكره النادي الاهلي بيبحث عن حارس دلوقتي. فلو انت شايف السوق عندنا مش ما عندناش فرايتس كتيره يعني. ان حارس، لكن ابو جبل لسه مش في حته برضه. لا، ابو جبل مش في حته لسه، هو مضى في النصر. انا عارف. بس هو النصر، لكن هو خلص تراجع، هو خلص قصه النصر خلاص؟ لا، لسه هو عنده يعني مصمم على انه ياخد التعاقد كامل. وانا الزمالك عمل موقف قمه في الاحترام مع ابو جبل بصراحه. ان هو يعني الزمالك لو تمسك لنهايه الموسم ابو جبل كان عقده هناك باظ. بص، الزمالك اداله بالظبط. مفاجآت في مشاركه الانديه المصريه في البطولات الافريقيه، وموقف ابو جبل من النصر السعودي، وتفاوض الاهلي المصري. هنشوف الأخبار دي مع كابتن خالد الغندور ونرجع نكمل مع حضراتكم في نهاية الفيديو.
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن مفاجآت محتملة في ملف مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، وذلك في ظل مطالبة نادي بيراميدز بضرورة أن يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا القادمة بدلا من النادي الأهلي، خاصة وأن بيراميدز قبل نهاية شهر يوليو وهو المدة القانونية لحسم الأندية المتأهلة كان هو صاحب المركز الثاني منفردا متفوق على الأهلي صاحب المركز الثالث. كتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي تويتر قائلا: في مفاجآت في مشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، والقصة مرتبطة بخمس أندية، ومين هيلعب في دوري الأبطال ومين في الكونفدرالية والقرار النهائي عند الاتحاد الأفريقي. وكمان حكى عن الصفقات وقال إن في قال إن هيبقى فيه 3 أجانب و7 مصريين، وكمان قال فيهم هيبقى حارس أجنبي وأبو جبل في الأهلي المصري، وكمان ابن شرقي مضى لنادي الجزيرة الإماراتي بمبلغ هائل جدا. هو المدة القانونية لحسم الأندية المتأهلة كان هو صاحب المركز الثاني منفردا متفوق على الأهلي صاحب المركز الثالث. كتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع تواصل اجتماعي تويتر قائلا: في مفاجآت في مشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، والقصة مرتبطة بخمس أندية، ومين هيلعب في دوري الأبطال ومين في الكونفدرالية والقرار النهائي عند الاتحاد الأفريقي. وكمان حكى عن الصفقات وقال إن في قال إن هيبقى فيه 3 أجانب و7 مصريين، وكمان قال فيهم هيبقى حارس أجنبي وأبو جبل في الأهلي المصري، وكمان ابن شرقي مضى لنادي الجزيرة الإماراتي بمبلغ هائل جدا نهائي عند الاتحاد الأفريقي. وكمان حكى عن الصفقات وقال إن في قال إن هيبقى فيه 3 أجانب و7 مصريين، وكمان قال فيهم هيبقى حارس أجنبي وأبو جبل في الأهلي المصري، وكمان ابن شرقي مضى لنادي الجزيرة الإماراتي بمبلغ هائل جدا وأبو جبل في الأهلي المصري، وكمان ابن شرقي مضى لنادي الجزيرة الإماراتي بمبلغ هائل جدا نادي الجزيرة الإماراتي بمبلغ هائل جدا